بيتزا. بيتزا 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 بيتزا. حبيبة قلبي فيجي، في فيجي ومارجريتا بس. انا ميرسي 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 توميتو بيتزا. انا حبيت توماتوماتيك. ثانك يو توماتوماتيك. ثانك يو توماتوماتيك. واو. لا حبيبتي مش انا ليه انت كنت فين؟ مش كنت موجوده في الاكاديمي من شويه؟ ما حسينا بغير حبيبتي. طب وين اسمها ايه؟ واو. هعلم استناها فرد الصبر. مش مصدق بجد، مش مصدق يا نسيم. يا هايدي طب فين ال بيتزا؟ بيتزا يا نسيم. بيتزا يا علي. بيتزا. يلا لسه جايين؟ مستغربين. توماتو بيتزا. عشان كده هم مستغربين. توماتوماتيك. توماتوماتيك بيتزا. توماتوماتيك. الفي بيتزا. واو واو واو. شايفه ولا ايه؟ اضبط نفسك يا برنس محمد. اضبط نفسك يا محمد. اضبط نفسك. ها قال لك اضبط نفسك. قال لك اضبط نفسك. تعالي جدع يا نسي. جدع يا نسي. انا انت بتعمل ايه يا نسي؟ طب والتلاته اللي نزلوا بذمتك؟ انت شايفه كده؟ انت شايفه انا مستاهل منك كده؟ بذمتك ليه انا مستاهل منك كده؟ عامة انا اعتقد شو شعطة يا سهيلة. شوها تاكل دي؟ طيب هذا اللي بيبوا الكلب ده. مان جيب لو نحيها تعادت فيها حتى في المنزل تعادت فيها. شات اب شات اب شات اب يور ماوس. هي في كلتا الاحوال السخنة بلدة حلوة صح؟ كمل اشتياق. ايه؟ اهو في الثلاجة فوق يمين فوق يمين فوق يمين. طب والتلاتة اللي مزاها قالوا فرص مطاها. اسمها كشاف. عادي؟ اه في ايه؟ في ايه نسيم؟ هتنام فين انت؟ اوعى انت اخوكي؟ لا مش ابوس اخوي. اخوكي بوسي؟ لا انا خصمك اصلا. بس انا نسيم دراعك هيتكسر والله العظيم. كان دراعك هيتكسر. بصي انا مش عارفه على جنب ازاي. خصماني ليه؟ كده عشان انت قليل ادب. عباس مصر التهمرون. انا قليل ادب. لا 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 نسيم لا ما تنزلش علينا فوق. حقبي له حقبي له. يا عباس شفت المنظر انت ده؟ يا عم تحته شغاله حتى انا كنت حلوه قوي. طب خدها فين؟ هنا؟ شك يا استاذ مجرم خدت البيتزا بتاعي. لما ركبت خدت الجون. لا نو تاتش. استنى يا نسيم حاجه في الثلاجه. عشان انا خبطت الغرفه. بس يعني مش عارف تاكل فين. بس يعني بيت سنين. ليه كده يا نسيم؟ هذا الشيء بتكبر. نسيم انا بكره اللي بيعمل كده في حاجتي. انا شخصيه منظمه جدا يعني بتكون غامقه بعدين بتفتح. تبع انجلينا جولي. حرام عشان ما يتمش. هايدي شو كيوت مع البيني. هايدي
الغراضي اخذتي لي يوم بدك تدي لي يوم في الشاطئ فين اصلا شو تماماً بجد يعني شفت مرة في الاستوديو وكده هنا شفت كويس. طب بس الفكرة الجبنة اللي عليا من فوق. أوريجينال. كتير أوريجينال. جمتك. أنيس أنا توماتو ماتيك. أنا توماتو ماتيك. Thank you, Tomatomatic. Come on. طيب اوكي بس هلا شو طيب توماتوماتيك حطوها هاي صباح مين فانك مين حبيبي خليك حبوب لنضل نحبك رح اشتاق لك يا حبيبتي شو لبنانية؟ رح اشتاق لك شو وضعك؟ رح اشتاق لك يا شنطي رح تشتاق لي؟ تشتاق لك العافية بقاش بكروني؟ ايهاب انت كمان رح تشتاق لي؟ كمان برافو انا ما رح اشتاق لك انه فراجع عنك هذا حافي هيك بيحكوا العالم طلع ولا شوية المعنويات بتحبها تحت الزاوية ليكي انا اللي بتعرفينه مني هذا وهذا عباس عن جد لو كنت محلك كنت كل دقيقه بيموت بس كانوا بيقولوا لنا وين بقى معي قعدوا معي كانوا عايزين يعملوا في وهي اجت صراحه ما كنت جوعانه حلوه ايهاب ياسين عم بتشموا ريحه النمني سخني؟ تعال شانتي لسه بكير عليا مش هلا أنيس 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 بدك تاكل فاجي أنا ما بدي فاجي لا مش مسخنتها أوكي سخنة ما بدي بقى طب أوكي أنا انت وسعى وعد خليه انا سعد اخذ كرسي ما بتعرفين اذا حد اخذ كرسي انا مش لاقي بحكي هون بحكي له هون يعني انت ليش كنت حب شنطار شنطار لازم تاخذ كرسي انا وحيات انا ما في اتصور اكثر من بلاش بس وحيات بس مين حق اللي بلاش انا هيدي شانتي انت بتطقي بلاها او لا بتطق هي بتطق بلاكي او لا ما بظن انت بتطق بلاها شو قولك السؤال صعب رخم نو مثلك مات غبية شانتي انا اليوم شو بصير معي
طماطم ماتك فاهم زين. مين اللي مأكلنا؟ طماطم ماتك. مين اللي مدلعنا؟ قلتي بيتزا؟ طماطم ماتك. انت تبقى براسة بينك وعليك طماطم ماتك. طماطم ماتك يا مدلعنا هيك يا مأكلنا هيك. بالليل الساعه 10 10 عشان قبل ما ناكل كل النهارده. مين اللي مدلعنا؟ ايه طماطمات. شوف 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 في كاتشب معي؟ براتك كاتشب؟ هني بعطين لك العشرة لفت كاتشب. انت دابا انت دابا هني بعطين لك العشرة لفت كاتشب. حبيبي انا مش معنا اسمي اضعف العربي كده بدي اصلي بعد 300 جرام بس بيني مزاج بدي بصح بيني مزاج مش هتطيهم اجابة. شو هيك تبرو مطلوب نجا تخيني خمسة فعيني ما اليوم كنت فكر انه انت حطيتي دبدوبك في اللعب. من وين جبتوا الجبنه المبروشه؟ اقسم بالله انا تكي 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 عايز بليز كل ما تشوفني تذكرني اشربي مي اشربي مي بس ما عندي مشكله بس اشربي مي اشربي مي بس من وين جبت الجبنه المبروشه؟ انا موسي برفان تاعي كان بالكب. ابن ربك بحب هذا الجبنة. خاطر انا انا اول اول ما دخلت شربي ماي شربي ماي جيتار فوق فرق كثير بحبه. قلتي بتلاقي لوحدها ولا هيك؟ بتحبيها لوحدها؟ لا كثير بحبه. خلاص حبيها برادو. ايه بس على فكره ما لازم تضل هيك محدود محدود دبدوب مكتوب فيه لا فوق فرق محمد. لا محمد محمد ضيف البتاع. أول انطباع عن سهيلة من الجزائر إنها فتاة جدية وكل شيء محسوب عندها بالورقة والقلم. ولكن سهيلة كل لحظة عندها مهرجان ومناسبة للاحتفال. سهيلة دايماً طايرة ومن بعد الليل في شمس بتشرق كل يوم بحياة سهيلة.
زمن لي بيتزا ايه بيتزا ايه عطوني عطوني جبنة صغيرة عطوني كفية ستامة عطوني نيفية صغيرة عطوني نيفية صغيرة جبنة ما عرفش ال فاصون دي جي ليزي توماتو ماتك احسن بيتزا انت تعرف جايز هذا من غدي انت تعرف جايز هذا انا فيرجي صحية يعني دايت كدير وش كدير و... أكثر ناس تتمرن على أغنيتها كدير بحال حنان وهايدي ما شاء الله بحال قلتي بحال قلتي خام نقطة هنا نقطة هنا عرفت بحال قلتي خام أيوا كدير بها النهار كامل وشنو كتصير بها أكثر أكثر أغنية سمعتها من دخلت الأكاديمي من غلي مرنت عليها برشا جيت في البرايم دك دك كسرت لك رايم إيهاب لخاطر أغنية كنت تسمعها بزيادة وتغنيها بزيادة حلو ال أنا زيادة تونس أنا كنت قبل كنت بعمل نص البيتزا كلها كده فيني كيوي كيوي يا حلوين أيوة نسيم 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 حسيت بال تاخذ معي شويه نسيم هاي بس ما دايت لا حبيبي لا معقول لا ايه ده ونسيم انت كمان يا هاب مع ان بتاعت هاب خضار بس جامعه جدا ايه نسيم ما انت الوحيد اللي عشان دايت عايز زفلات بتشتاقوا له ولا لا لا الزبين ما يشرب مويه ولا ياكل ولا شيء بس يلعب شعر ويدلع اوكي احنا غير شعر احنا ننسى احنا بس نهتم اهتم شعري واهتم بلبسي واهتم تنسوني ما تنسوني فانا الاكل كيف رضي يا حياتي لا اعطيني مهره بعد اكثر احساس يعني لا ايه احساس اعطيني بعد احساس اكثر ايوه ما ماني حاسه مني ماني حاسه دودو يا إيهاب إيهاب اليوم أنت دورك أنت عباس في الجلي أنا أنتظر دور نسيم شنتال شنتال متى دور متى دور نسيم نسيم متى دور نسيم بعتقد ليه ما عندي استقلال ما يجليش ما راح أشوف سكاجول مباراة خلي السبت الأحد السبت الأحد الاثنين ليه ما عندي حبيبتي يا عمتي لا ما نغني هيك يوم حبيبتي يا طن حبيبي يا شنتال حبيبتي أنيس 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 إيهاب حسيتها احسن بيتزا في العالم طماطماتيك الله طماطماتيك ومغير ما بعرف
بشو إيهاب. صابك غنيه ابو غنيه بعدين ابدا ايام يعني ما تخيلش تاكل حتى وتبطل تاكل لا عايز تاكل توما توماتي الله يخلي لنا توما توماتي رهيب 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 رونب رونب انيس احسن بيتزا في العالم توماتيك توماتيك يا عمي اسمع قصير عنده انت طويل ليش توماتيش اللي عندي على الترابيزه ده الله كمان عندك جبن ياسيم بعرف شو صابك ياسيم انت ما عندك جبن ليش مش هيك كنت انت مع حبابك ليش والباودر والكريم اللي قولي دول انت باودر وانا اللي عم وانت شانتيل الجبن بتاعك بتاعك بتعرف الكاش حاجه بتخبط الباص مش عارف باودر فوق بتاع بتاع شفاف كده حاجه يعمل اه حاجه اعتقد بس لا 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 نتروجي لا ماشي ماشي واو ما شفتك شانتال حنونة انت عارف ان النهارده مالك حلوه شو قصدك ببالع فار شو قصدك هي طلع رايح حلو شو قصدك اه حلو يا حبيبي حبيبي مضيعين سعد سعد فينه يا اه يلا نسيم لمين بتصوت محمد سعد وهادي هذا لدينا وهادي معاكم لا بس حلو والله حلو حبيته كثير مش عارف ابلع ابلع عليك زينة وهذا كمان زي المغربي زي مغربي زي مغربي الله 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 دوميا يعني ولا دوميا باربي يعني يا ريت يعني كانت حلوه لا لا بدا صوتك باربي باربي مش جاي يعني هذا الكرسي من الطاوله بجد اوكي حلو حلو طيب وقيله يا حيا حنان كسرت كوبايتك تعرف ويدي ما بغيت تعرف لو عندهم عيد تونس كلها مجموعة عندهم شو أحسن بيتزا بالعالم جايز؟ توما توما مين؟ توما توماتيك توما توماتيك الله يلحش أم عليك دينا بقب أحسن بيتزا تخليها هاسع بمعقة ما كملتها هاسع أحسن بيتزا في العالم شو؟ شو؟ قلت لي جيبي لي مية جابت لي مية سخنة
لا عم بشعل الله حرام عليك يا توماتيك بقاله شهر في الاكاديمي ان صوته يذبح ان صوته يتعب حرام عليك لا مش قادر اقول مفيش يعمل كل حاجه بصوته ما بيحصلوش احنا نكح بس نكح بس ما نعرفش نقول الاغنيه اسمع يا صاحبي واو شويه بره كنت هتضربه اسمع اذا ناوي تمزح معاه وترميه خلينا نمشي قبل ما داش لا يا مدير مدير حبيبي غلط اللي قاعد يصير غلط غلط مدير ما الله يطلعك يطلعك نومين على حساب الشيء انت كان لا لا عباس عباس العب عباس عصفور عصفور بسم الله ما شاء الله طيب عباس ها الله انا كنت بقول في هذيك اللعبة لا ما بغيتش انا عرفت كو إلي با بيل ما غالي بيل إلي تي بيل افون نو إلي با بيل هذيك نمشي موش هذيك نمشي تقتل قتال تلبسها له في وشه هات لها عشان ما تكونش خلاص خلاص بص خلاص خلاص قول استسلم قول استسلم خلاص 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 Je suis capable de manger crops mayonnaise trail واحد المره كنت خرجت بطوموبيل و شفت لافاتور شفت راهم في الدار خرجتي ب طوموبيل لا كي كتقولوا لها انتوما طوموبيل شنو قلت طوموبيل لوطا قلت له علاش لوطا بدات تخرج بلا لوطا شنو لوطا لا مستقبلك شي طوموبيل واش فيه كملي كل الطوموبيل بتزق ليه انيس انا من جمهورك انيس انا مش انيس انا نسيم بلا انا نسيم انا مين علي ما بينزلش